طيب يا جماعه احنا لسه مكملين معاكم يعني الموضوع كده عن كل واحد بيحب ايه اكتر، اللي بيحب المناطق الساحليه اكتر او التواليت في وسط المناطق الساحليه او اللي بيحب يتجه البحر او المايه بصفه عامه او اللي بيحب الجبال، كل دي بيكون ليها يعني تحليل نفسي للشخصيه. ممكن يكون من ضمن الكلام اللي معانا النهارده خصوصا الناس اللي في المناطق الساحليه، ده ممكن يكونوا هم الناس دول اللي عندهم يعني احساس دايما بالنشاط، بيحبوا الاختلاط بالناس، وده ممكن يكون يعني راجع من تحليلي الشخص ان انا بحس ان انا لما بروح اسكندريه مثلا خصوصا في الشتاء ممكن تكون هي بتبقى اقل ازدحاما طبعا، لان هي يعني ما حدش يختلف عليها وعلى جمالها، فلما بيجي فرصه اي حد يروح بيروح. فلما فعلا بروح لا في الشتاء بحس ان انا راجع لي طاقه وعايز اختلط بالناس وعايز اقعد اصور اسكندريه معروفه، يعني ما فيش حاجه ان انا هصورها جديده مثلا، بس لا الاستمتاع انك بتصور وبتنزل ده على السوشيال ميديا وبتشارك الناس وتحس ان انت عندك طاقه ايجابيه وتلاقي نفسك مفتوحه على الاكل، دي قصه تانية. يعني يمكن فاروق شويه كان بيقول لنا الشوي والسمك والحاجات دي، لا انا ممكن اروح اسكندريه 12 ساعه يوم صد رد اكل فيه 14 وجبه. هقول لك انا على كم مكان هناك، لا كم مكان في اسكندريه. كفايه يا فاروق والله العظيم. بقول لكم ايه اسكندريه دي، بقول لك انا بروح في سباق على الاكل هناك من الجمال الجو. يعني طبعا السي فود والكلام ده الحاجات البحريه تمام، وعلى أكيد. فكره من الغالي والرخيص، يعني عشان ما حدش يقول لك ايه صح. احنا سي فود لا، في الدنيا عاديه جدا هناك، هتلاقي اللي هو الطبيعي واللي صح. هو البسيط، وهتلاقي كمان الحاجات بقى ايه الناس بتحب الحاجات الحرشه. في هناك بعض الاماكن والبقالات اللي موجوده، البقاله يعني اللي موجوده في اماكن معينه بتعمل كل حاجه بقى. ايوه سندوتشات كده عارف، حلوه بالجبنه بقى وحاجات الله، بحس ان انت مش قادر عارف، بحس الدنيا جميله. بص بقول لك ايه، متسيح مننا طبعا يعني غير بقى يعني غير الكبده الاسكندراني غير طبعا اللي هي الثانيه طبعا. فعلا كل محافظه عندنا هتلاقيها ليها علامه معينه، بس بحس اسكندريه يعني اسكندريه كوبايه القهوه على البحر بقى في وسط الاكل ده، في كده ساعه في النص ممكن تاخد فيها كوبايه شاي او قهوه على العصر على البحر كده بنوه الميه اللي جايه عليك دي، يا سلام. طلعوني اسكندريه دلوقتي بعد الهوا بعد اذنكم. مش عارفه اقول ايه. كملي يا حبيبتي، احنا كده خلصنا، ممكن تكملي كده. خلصت الشخصيه الساحليه ولا خلصت اسكندريه؟ طب احكي لنا كده شويه عن الشخصيه الصحراويه بقى، يعني بصي تحليله النفسي ايه؟ يعني بصي يعني هقول لك حاجه برضو، الشخصيه الصحراويه يعني ممكن تكون اللي هي الناس اللي بتحب تعمل كامبينج طول الوقت وتقعد، ممكن يعني برضو ممكن يكون ان هو بيحب برضو اللي هو عنده بيخرج الطاقه السلبيه، ده يعني بيقول لك ان الصحراء والرمل والشمس ده بيكون تفريغ للطاقه السلبيه في الجسم. ممكن يكون برضو يعني بيهرب شويه من زحمه الناس، بيهرب شويه، يعني ممكن تكون قريبه شويه من المناطق الجبليه، الناس اللي بتحب الجبال اكتر، لان هي يعني الاثنين متشابهين زي الساحليه وزي اللي بيحب المناطق المائيه شويه. بس ده بعطش بقى. طبعا عطش بقى، دي في الايام اللي احنا فيها دي ده بعطش، يعني الواحد رايح هناك يعني يفصل من الضغوطات الحياتيه ويفصل من صح. المشاكل والكلام ده كله علينا وعلى راسه، ماشي السفاري وكل حاجه حلوه، بس تقول لي الصبح لا، اقول لك لا ما فيش الكلام ده. اي حاجه ممكن تبقى في وقت معين تبقى ليها جمال، يعني ليها حلاوتها ورونقها يعني، لكن بحس الصبح لا. الموضوع هو عايز يبعد عن بعض الناس بخاصة البنات يعني، عايز يبعد عن دوشة الحياة، عايز يبقى في عزلة تامة، هي دي الفكرة كلها. بس طبعا زي ما انت قلت مع عطش وكده، وبرضو لو في الشتاء والصبح برضو الموضوع بيبقى كارثي، يعني الموضوع الصحراء ده برضه ليه ناسه وليه دراساته وليه احلى حاجه ان احنا التلاته طلعنا بنحب البحر. طبعا يعني شايف شخصيات انبوكس كلها منسجمه مع بعض ازاي. انت فاكره كل اللي بيتفرجوا علينا مش بيحب البحر؟ كل الناس طبعا بتحب البحر اكيد، هو يعني في الحاله اللي احنا فيها دي في الحر ده اكيد هندور، احنا هندور ونطلع. انت عايز تروح بحر؟ انا يلا عايز تروح بحر؟ قوي عايز تروح بحر؟ عايزين تروح بحر كلكم؟ طيب عايز تروح بحر؟ منين؟ هنروح بحر ازاي؟ هنروح بحر. احنا كده خلصنا فقرتنا، لكن لسه مكملين معاكم بعد الفاصل. هنستقبل بقى ضيفتنا سالي سمير الفائزه بجائزه الدوله التشجيع.